تدفع كام بقى؟ شوف اللي انت عايزه يا براحتك. طب انا ممكن اعلمك رقصة تانية. شعبي؟ تشكيل. ماشي. فير جدا. انا موافق. القمر ده انت يا قرده من امتى بتعرفي ترقصي الرقصه دي؟ بقالي فتره بتمرن زومبا بس ما كنتش بتمرنها في البيت خالص. انت عارفه ان انا نانسي حكيت لي عليها بس انا ما كنتش متخيله انها منتشره قوي كده. كل الشباب دلوقتي بقوا يرقصوها. دي رقصه لكن بتساعد على الحساسين وكمان بتطلع من مود الاكتئاب خالص. يا خساره، يا ريتهم قالوا لي عليها زمان بدل ادويه الاكتئاب اللي انا قعدت اسفها دي. طب احنا فيها بقى، انا شايفه انك تيجي ترقصي معايا. ارقص؟ لا خلاص مش قادرة، خلاص خلاص مش قادرة، تعبت. اتفرج عليكي بقى. تعي حير فلوس تغير اصحاب مريضة وعقول عبيطة وناس كتير بتزمي الزيطة. يا رب ارحمني وكمان اكبرني الله عطلي اكيد غيرني. بص دي بص دي جاي اللي بيلعب النهارده على الطرف الطرف الاوسط ومنقوله واحده ثانيه بتكمل اللعيب لصالح ايه. يلا يلا خش خش بقى حطها بقى. يلا يا مام. شفت يا جدو ضيعها ازاي؟ شفت يا عم كمال؟ طب انا عليك بتحب الكوره قوي. بحبها بس دي اجمل حاجه في الدنيا. النادي الاهلي رفض كل العروض واستمراره لموسم قادم. ودي واحده واللمسه وهوب يا راجل. وسعي وسعي لين ارضيه في مساحه وعد. يا شيخ وسعي بقى. هنزلكوا يا جماعه. اتفضل يا عم كمان.